اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى موجز الاهم الانباء من قناه النبأ الاخباريه. جددت المدعيه العامه للمحكمه الجنائيه الدوليه فاتو بنسودة دعوه ليبيا لاتخاذ جميع التدابير اللازمه للقبض على محمود الورفلي وتقديمه فورا الى المحكمه. ونشدت بنسودة في بيان لها قائد ميليشيات الكرامه خليفه حفتر بصفته رئيس الورفلي، ناشدته التعاون لالقاء القبض عليه داعيه اعضاء مجلس الامن الدولي الى مساعده ليبيا لتسليمه. أكدت بنسودة أن مكتبها ملتزم بالاطلاع بدوره عن طريق التحقيق في الجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا، ولا سيما جرائم القادة والرؤساء بصرف النظر عن هوية الجناة أو انتماءاته. أفاد مصدر من مركز بنغازي الطبي الجمعة بوصول 12 جثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمركز. وقال المصدر لقناة النبأ أن جميع الجثث التي وصلت المركز عليها أثار تعذيب وإطلاق رصاص، جرى التعرف على هوية عدد منها، ومضيفا بأن الجثث عثر على 7 منها في طريق النهر، فيما عثر على 5 في منطقة الليثي. قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن العملية السياسية في ليبيا أصبحت مجمدة ومهددة بالفشل، ما يجعل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ليس بالأمر السهل. أضاف بعيرة في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط الجمعة أن لقاء سلامة بلجنتي الحوار السياسي كان محاولة للبحث عن سبيل لحل الأزمة الليبية بعد أن أصبح الفرقاء السياسيون لا يثقون في بعضهم البعض ودخول الاتفاق مرحلة الإنعاش وفق تعبيره. أكدت وزارة الخارجية بالحكومة المقترحة إحالة المتهمين في قضية تعذيب المهاجرين في القداحية إلى القضاء. وجددت الوزارة في بيان لها نشرته الخميس إدانتها وشجبها للحادثة التي وصفتها بالعمل الإجرامي، كما أكدت مواصلتها تحقيق الأمن والاستقرار لمواطنيها وللمقيمين الأجانب على الأراضي الليبية من مختلف الجنسيات. اختام الموجز، شكرا لكم ودمتم في أمان الله.